مشاهدين سي بي سي، اهلا وسهلا بحضراتكم لليوم ال 13 على التوالي. بتستمر حفلات غنائيه مختلفه في الدوره ال 32 لمهرجان الموسيقى العربيه، المهرجان اللي من خلال 13 يوم وحفلات فنيه مختلفه لابرز والمع نجوم الطرب العربي والمصري قدر يثبت ان هو الاقدم والافضل في الوطن العربي والشرق الاوسط، وقدر يثبت رياده القوه الناعمه المصريه على مدار ايام المهرجان. النهارده اليوم ال 13 وكان جدول المهرجان يعني مليء بالفعاليات اللي قدرت تجذب عدد كبير جدا من الجمهور من مختلف الفئات العمريه وحتى من مختلف الجنسيات. على المسرح الكبير كان في اوبره راحت عليك للراحل سيد درويش، وادها عدد من نجوم دار الاوبرا المصريه. اما مسرح النافوره فكان على موعد مع فاصلين قدروا يجذبوا عدد كبير جدا من الجمهور اللي بدا في التواجد ابتداء من الساعه 7. الفاصل الاول اداه النجمه الاماراتي او الموهبه المتميزه الاماراتيه الشابه أحمد الهاشمي، أما الفاصل الثاني فكان للفنان ونجم الكبير علي الحجار. يعني فواصل غنائية موسيقية قدرت تجذب عدد كبير جدا من الجمهور، الجمهور اللي شفناه متواجد بكثافة في خلال أيام المهرجان، خلال حفلات المهرجان سواء في مسرح النافورة أو المسرح الكبير أو حتى مسارح دار الأوبرا المصرية على مستوى الجمهورية. 13 يوم شفنا فيهم نجوم عرب ونجوم مصريين، كان على رأسهم الفنان التونسي لطفي بوسناق والفنانة اللبناني عزيز مرقة والسورية الجميلة لينا شماميان وعدد من ألمع الليالي من ألمع نجوم العرب، وأيضا عدد من الليالي العربية زي الليلة العمانية اللي كانت موجودة في اليوم ال 11 واليوم ال 13. مشاركة عربية أيضا من موهبة متميزة وهي النجم أحمد الهاشمي على مسرح النافورة. شفنا نجوم مصريين زي تامر عاشور على ليلتين، بالأمس كان موجود على مسرح النافورة الفنان هاني شاكر، وحفلة أيضا مكتملة الأعداد من خلال جماهير من مختلف الجنسيات. المهرجان قدر في خلال 13 يوم اللي هو يقدم عدد كبير جدا من الحفلات، وصلت لأكثر من 45 حفل فني وغنائي مختلف على مسارح دار الأوبرا على مستوى الجمهورية. كمان المهرجان في افتتاحه قدر أن هو يكرم 19 من المؤثرين في الموسيقى والثقافة العربية والمصرية، على رأسهم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة والمطربة التونسي لطفي بوسناق والسورية لينا شماميان والمصري يعني واحد من ابناء دار الاوبرا النجم محمد حسن والفنان محمد محسن. عدد كبير قدر المهرجان ان هو يكرمهم في يوم الافتتاح اللي هو كان شاهد ايضا عدد كبير جدا من الحضور، مش يوم الافتتاح بس لكن على مدار ايام المهرجان شفنا عدد كبير من الجمهور، واتكلمنا معاهم عن التنظيم، اتكلمنا معاهم عن الحفلات، اتكلمنا معاهم عن الاجواء. كمان في اليوم ال 13 بتستمر العروض الغنائيه والموسيقيه والفواصل الموسيقية في ساحات دار الأوبرا المصرية من خلال مركز تنمية المواهب، من خلال يعني نماذج متميزة لصغار الفنانين والموسيقيين المصريين هنا في دار الأوبرا المصرية. لسه المهرجان اللي بدأ من يوم 11 ومكمل معانا اليوم 24 مستمر، يعني غدا هو اليوم الختامي وحفلة خاصة لواحدة من أبناء دار الأوبرا المصرية النجمة مي فاروق على مسرح النافورة، والليلة الختامية للدورة اللي 32 لمهرجان الموسيقى العربية. السي بي سي كانت موجودة لحظة بلحظة في كل مكان سواء مسرح النافورة أو المسرح الكبير، وكمان تابعنا جدول فعاليات المهرجان على مدار 13 يوم، ولكننا مستمرين حتى الليلة الختامية غدا بإذن الله والدورة ال 32 لمهرجان الموسيقى العربية.